السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رحنا ولاية جهور في جنوب ماليزيا على الحدود البرية والبحرية مع سنغافورة، وكمان على الحدود البحرية مع إندونيسيا في الشرق والغرب. في ولاية جهور توجد جامعة UTM University Technology Malaysia، الجامعة التقنية الماليزية، والتي تعتبر واحدة من أقوى 5 جامعات في ماليزيا. سبب الزيارة كان عمل مقابلة مع بعض أصحاب الإنجازات في مجال البحث العلمي والروبوتات وغيرها. تبقوا معنا في الحلقات القادمة، فهي حلقات مليئة بالإنجازات والخبرات والمعرفة. من التقديرات الجيدة بأن وقت الزيارة إلى جامعة UTM صادف احتفال الخريجين السنوي، فالآن كما ترون في الجامعة كثير من الناس والطلاب الخريجين يتصورون مع عائلاتهم اليوم الذي يتحصل فيه الخريج على ثمرة تعبه وجهده في خلال سنين الدراسة، سواء كان طالب دراسات عليا أو طالب بكالوريوس. اليوم الذي يستطيع أن يبدأ بإخراج علمه ليتم تطبيقه في أرض الواقع ومن أجل المجتمع. أنا الآن في مكتبة جامعة UTM، والمكتبة هي أكثر مكان يتجمع فيها الطلاب من أجل المذاكرة أو القراءة أو الاطلاع. المكتبات هذه تتميز بكمية هائلة من الكتب، طبعا هذه الكتب التي ترونها هي موجودة في 3 أدوار ليس في دور واحد. في هذا المكان تجدون مجسم يستعرض عمارة جامعة UTM أو تخطيطها ككل. ولو تلاحظوا في هذا المجسم، منتصف أو مركز الجامعة هو المسجد. في هذه المنطقة يوجد المسجد. مما شد انتباهي أيضا في جامعة UTM هو فلسفة الجامعة وأيضا شعار الجامعة. لو تلاحظوا في فلسفة الجامعة مكتوب The divine law of Allah is the foundation for science and technology. معنى هذه الكلمة، القانون الإلهي العظيم هو أساس العلم والتقنية. في الأسفل في الشعار مكتوب In the name of God for mankind، ومعناه بسم الله تعالى ومن أجل البشرية. فكما رأيتم، تم ربط فلسفة الجامعة وشعارها بالله سبحانه وتعالى وبدينه. فالله سبحانه وتعالى قد استعمرنا في الأرض واستخلفنا فيها لينظر كيف نعمل، فالعلم والتقنية هي من متطلبات الاستخلاف وعمارة الأرض. أثناء مروري داخل الجامعة شد انتباهي لوحة فيها أسماء الغرف والصالات داخل الجامعة، طبعا بعض الغرف، لكن العبرة هنا هي المسميات. هذه هي اللوحة، الأسماء كما ترون طبعا هي باللغة الماليزية. ديوان الغزالي، ديوان باللغة الماليزية معناها صالة أو قاعة باللغة العربية، كلمات متشابهة، بل كلمة ديوان هي مأخوذة أصلا من اللغة العربية. الغزالي العالم المشهور في مجال الشريعة ومؤلف كتاب إحياء علوم الدين. التي بعدها بلئ كلية بيروني، البلئ معناها غرفة باللغة الماليزية، والبيروني هو عالم الفلك والجيولوجيا المسلم المشهور. وهنا أيضا ديوان الخوارزمي، الخوارزمي عالم الرياضيات المشهور. الجميل هنا هو تسمية هذه القاعات والغرف بأسماء علماء مسلمين في الزمن أو العصور الذهبية للإسلام، والتي كانت إنتاجاتهم هي أساس النهضة التقنية الحديثة. حتى أنه في بعض الكليات مثل هذه الكلية، كلية العلوم الحيوية والهندسة الطبية Faculty of Bioscience and Medical Engineering، توجد بعض الألواح التي تشير إلى العلماء المسلمين القدامى الذين أضافوا لهذا العلم أو هذا الفن. على سبيل المثال، هذه اللوحة للعالم الديناوري، وهذا العالم حتى أنا لأول مرة أسمع عنه. هذا العالم مشهور في مجال الرياضيات والفلك، وذكروا أيضا حتى أنهم ذكروا مقتطفات من كتابه تجنيس النبات. وختاما، لن يكن الإسلام أبدا مانعا للعلم، فكثير من المسلمين قد برزوا في العصور الذهبية للإسلام كرواد للنهضة والاكتشاف والإنجاز، فعلينا أن نفتخر بهم، وعلينا أن نجعل طلبنا للعلم طريقا في سبيل الله تعالى.
أراكم أيها الأحبة في الحلقات القادمة والتي ستكون مع نخبة من المنجزين من جامعة UTM في جهور في ماليزيا.